السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتشوفوني شنو كندير؟ كنقي القرنين. هاي هذه هي القرنين، ها القرنينة. من بعد ما قلت واحد البركة هي أنا قدامي، خليتها شي شوية تلواح باش يجي هاد الشوك ديالها ساهل التحياد. دابا أنا غادي نقيها أمام المشاهدين الكرام. نجيب واحد البانيو باش ندير فيها هذا، ندير فيه هذا الشوك. هنا غادي نعطيه القنيه حتى حاجه ما تضيع. كيف ما كتشوف كيف ما قلت لكم خليتها في شويه في الشمس باش تلوح، باش كتجي ساهله للتسرام. كنسربوها بطريقه سهله وحتى الشوك ديالها ما كيبقاش قاصح بزاف. ديك الساعه واخا ما ديرش اللي قالت ماشي مشكل. الناس اللي ما كيعرفوش القرنين، الناس اللي ما كيعرفوش القيمه ديال القرنين، هي هذه القرنين. عرفتي كيفاش كتجي في الطياب؟ يا سلام يا سلام. ملي كنقول الطياب يعني كنخص بالذكر القطاني وعلى راسهم العدس والحمص. ما حتى اللوبيا ما عمرنا ما جربناها الصراحه في اللوبيا كيفاش كتجي، ولكن العدس والحمص ما نحكي لكمش. ايه يا ودي كيفاش كيطلع الطويجين بها. عرفتي هذا المخيخ هذا هاو فاي المخيخ ديالها، حنا كنقولوا هذا هو المخيخ. ايه يا ودي الا خضرت به. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم فوق الاثارة، قلت انا بانني من بعد ما قلعتها خليتها كتلوح شي شويه. ايوا دابا كنسرمها باش هاد الشوك ديالها كذلك ما نضيعش. شايفيه غادي نعطيه القنيه، كنحيد لها كنحيد لها الربع حتى هذا زايد. هنا حتى هي حتى هو كتاكلو، خاصة هادوك اللي عندي والدات لان غني بالحليب، يعني كيدير لها الحليب بزاف. والدليل على ذلك انه ملي قلعت لها الجزر ديالها وفين قطعتو لها كيبدا كيخرج منو الحليب، بمعنى انه حتى الا كلاتو القنيه ولا كلوه كاع الثدييات بصفة عامة، كسيفة البقر داكشي اللي كان، يعني كيدير لهم الحليب بزاف. وهادشي بتجربة، ان البقرة ولا النعجايلة خاصة البقرة هي اللي مجربينها بزاف، حيت كنحلبوها. ما حتى النعجة ما كنحلبوهاش هاي احيانا. البقرة ملي كنعطيوها القرنين كتعشى بالقرنين، لا غد ان شاء الله ملي كنحلبوها كتعطينا الحليب تبارك الله الخير ديال ربي. دابا هادي باش ندير انا غير نص خدمة هادي، ستمشي ان شاء الله للدار وغادي تسينا، وعاد ديك الساعة المرأة غادي تقادها مزيان رضي الله عنها. انا غير كنقص عليها هذا الشوائب ونقص عليها كذلك هذا الشوك. ايوا سيدنا هذه هي القرنين كيف ما قلت لكم. عرفتي كيفاش كتجي في الطياب ولا؟ انا بعدا نقدر نفضلها على شي حوايج اللي في الشكل. تحضر القرنين ما بقى تهضره ولا كلام، كيف ما قلت كيف ما كانت، سواء في العدس سواء في الحمص سواء بلا ما نهضروا على الاختصاص ديالها ولا الطريقه الاعتياديه ديالها اللي كيديروها مع البقوله، كتجي عاوتاني كذلك داكشي ما نحكيكم كيفاش عاوتاني البقول ديال القرنينه كيفاش. مهم تتعدد الطرق والنتيجه دائما واحده وهي شي حاجه الطوب. انا غير باش نتقاسم معكم يوم من يوميتي خرج للطبيعة مرة في اليوم، راه بحال اللي ما نهار كيدوز عندي فالصو ولا بدا ولا بدا ما نخرج للطبيعة. وها الدليل، ها المناظر من موراي تبارك الله الطبيعة. وهذا الشيء يعني لما خرج للطبيعة راك
طبيعيا انك ما تلقاش هذا الخيط هذا. الطريقه كيفما قلنا جد سهله، خاصه الا خليتها حتى تلوح شي شويه، خليتها زعما تيك في الشمس اولا، المهم قلعتها وزولتها وخليتها واحد الفتره معينه، كنشدوها من هنا ونجبدو. ها الشوك ديالها سهله جدا، ولو انه كيبان لك هادشي مشوك فعلا، انه الا زولتها مباشره وقلعت لها كيكون الشوك باقي قاصح، باقي شاد راسو، لكن ملي كنخليها حتى كتلوح كتولي سهله، هي اصلا هي ملواحه، وإلا كنت داير ليكات غيكون افضل. المهم كيف ما قلت انا ماشي ندير لها غير نص خدمه، لا فينيسيون نخليوها حتى للدار ان شاء الله تعالى، غير باش ما نتقلش بهادشي نديه حتى للدار وعاود نرجعو عاود كذلك للقنيه، حيت عندي القنيه في جهه والمحل ديال السكنه في جهه واحده اخرى، عندي القنيه هنايا في الباديه، وكذلك نقصو عاود على المراه عاود شي شويه ديال الاشغال والاتعاب ديالها، لان كتشد شي شويه الوقت وكتبغي شويه ديال الخطر. هذوك الشوائب اللي اصلا كيف ما قلت كل الاوراق الخارجيين كيكونوا اصلا صفرين ولا كيكونوا شارفين، اصلا كنقصوهم هنا كنحيدوهم، عندنا باش نتقلو بهم حتى للدار. ايوا هذا مكان تبارك الله، شوفو تبارك الله، شوف 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 ديال النويره، شوف 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 المخيخات، شوف 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 ايه يا الزرده يا ودي يا ودي. هاكاك ما نمشي للمارشي، ما كاين لا سوق لا سويقه ولا مارشي ولا سيدي زكري كما كيقولوا، عطانا الله سبحانه وتعالى هذا الخير نستغلوه نستافدوا منه. ايوا هذا مكان، اسمحوا لي لا طولت عليكم، انا غير كنبغي نتقاسم معكم كيف ما قلت لكم يومياتي. القرنين القرنين لا غلا عليك مسكين، القرنين القرنين ها انت ها انت ها انت. تمشي للسويقة غادي يطلبوا لك شي ثمن، شمها وهي في يدي، ما لنا حنا قدوم موجودة، للدين موجودين، الوقت ولله الحمد موجود متوفر، إيوا ما لنا على حالتنا، علاش ما نمشيش نزولوها لراسنا ونعرفو حتى منين جبناها، واش ديك البلاصة مزيانة ما مزياناش، نقية ما نقياش. صراحه ما كنتش معول على هاد الزرده، انا مشيت غير كنزول الربيع القنيه، ولو انها تهرست ليا القادم ما كملتش زعما تيك، حيت جبرت مال خير ربي، لكن للاسف الشديد تهرست ليا القادم، وهذا ما يعني انني غادي نخليها تما، يعني غادي نرجع لها عندها ضروري مستقبلا، غادي نرجع لها عندها في المستقبل القريب، المستقبل القريب. ايوا المعديره المعديره اللسان ما فيه هضم، غنستمروا بهذه الطريقه هذه الى حين نساليو هاد الكرينات. قلنا بانه كنقلعوا على هاد الشوائب ديالها، هاد الوريقات الخارجيين كيكونوا اصلا شافين وكيكونوا صفرين اصلا، ما فيهم ما يطيب. ايوا السلام، هذا مكان او الله يخليكم على خير، والله يلاقينا في ساعه مباركه ان شاء الله تعالى، دمتم في رعايه الله والى شريط لاحق، لا شريط في القريب ان شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
خليوني انا من القرنين ديالي. سلام الله عليكم.